گفتگو با یکی از اولین زنان مبارز سوری در ارتش آزادی سوریه. رژیم ایران، حزب الشیطان لبنان و مالکی مثلث ظلم و استبداد و سرکوب علیه مردم سوریه هستند. ما زنان سوری به خانم رجبی به عنوان پیشتاز و جلودار ما در مبارزه علیه رژیم ایران افتخار می‌کنیم. ما نیازمند چنین زن آگاه و دارای فرهنگ عالی و مبارز هستیم. أنا من مدينة جبلة تابعة لمحافظة اللاذقية في الساحل السوري، وبدأت أيضا بالعمل بالتواصل مع المعارضة الخارجية في خارج البلاد، في المعارضين المتواجدين في تركيا. للأسف الشديد فإن ملالي طهران ممارساته ووقوفه مع الطاغية بشار الأسد الكيماوي السفاح الذي اقترف بحق شعبه أفظع الجرائم التي لم يقترفها لا هولاكو ولا تيمورلنك، وبعثوا بمقاتليهم إلى الأراضي السورية ليعيثوا فسادا ويساعدوا الشبيحة مرتزقة بشار بهدم المساجد واغتصاب النساء وقتل الأطفال بحجة أنهم يريدون حماية المقدسات أو الأماكن المقدسة الدينية الشيعية التي هي في حضن سوريا منذ مئات السنين. فسقط هذا القناع عن الوجه الإيراني المتمثل أيضا بحزب الله وهو سنده في لبنان، والمتمثل أيضا بالمالكي الذين يشكلون هذا المثلث الظلم ومثلث الاستبداد والقهر الذي تحكم في رقابنا. نعم، أتوجه بالتقدير العميق إلى مجاهدات خلق في بغداد وفي المعسكرات المنتشرة هناك، وإلى كل الشرفاء في إيران، وأتمنى أن تتوج ثورتكم بالنصر، فأنتم ونحن في خندق واحد في وجه الظلم والطغيان في كل مكان. وأرجو من مجاهدات خلق على رأسهم السيدة رجوي العمل الحثيث والنضال المستمر لإسقاط السلطة الحالية في إيران التي لم تجلب للشعب الإيراني إلا الخزي والعار، وعلى عاتقهم مسؤولية استعادة الشعب الإيراني لثقة الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية. نحن نساء السوريات اللواتي ضحينا بكل الغالي والثمين وقدمنا كل ما يلزم لمباركة هذه الثورة السورية المجيدة التي نفخر بها. فنرجو من مجاهدات خلق أن يدعمونا بكل ما أمكن الدعم السياسي والإعلامي، لأننا نحن كما قلت وهم همنا واحد وعدونا واحد. السيدة رجوي هي من النساء اللواتي نحن نفخر بهن، وهم قدوة لنا في جهادهن ضد التسلط والاستبداد الممثل في الحكومة الحالية الإيرانية. ونرجو من الله عز وجل أن يوفقهن في الاستمرار في نضالهن هذا لتتوج ثورتهن بالنصر. السيدة رجوي هي من النساء المناضلات اللواتي نتمنى ونرجو أن نقول اللهم كثر من أمثالهن، لأننا بحاجة إلى المرأة الواعية صاحبة الثقافة العالية والنضال. فالمرأة لا تقل أبدا من شأنها أن تنخرط في الثورة، بالعكس. فنحن كنساء سوريات اكتشفنا في أنفسنا القوة والقلوة والقدرة والطاقات الهائلة لتغيير الحكم ولتغيير مجتمعنا ككل. فالسيدة رجوي هي أنا أراها امرأة مختلفة مميزة قوية، تستحق كل المكانة الرفيعة وتستحق كل الحب والتقدير، ونحن كنساء سوريات نتوجه لها بالشكر العميق وبالتقدير العميق، ونحن لها جباهنا لأنها تستحق موقفها من ما حدث مؤخرا من أحداث بالضرب الكيماوي وقتل الأطفال وخلقهم التي أدمت واعتصرت قلوب الملايين ألما لهذه المشاهد. موقفها قد أدمع عيني والله، وأنا لا أنسى لها هذا وأتوجه لها بالشكر العميق من قلبي. وأمثل أنا قريناتي أيضا من المجاهدات والإعلاميات والطبيبات والمعلمات وكل الناشطات في سوريا، نحن معها ونؤيدها، ونتمنى أن نتواصل دائما في نفس الخندق وفي نفس الخط، وتنتصر المعارضة الإيرانية كما ستنتصر بإذن الله الثورة السورية، وسنتعاون معا في المستقبل بإذن الله تعالى. وشكرا لكم جميعا.